دكتور باسم يوسف. أهلا وسهلا أستاذ باسم، أنا مش مصدق إني شفتك على الحقيقة صراحة. إحنا هنا بنحبك كثير. والله وأنا كمان بحبك قوي. يا زلمة يستعد ربك، أنت دائما بتفش لي غلي. بالله عليك تيجي تتغدى عنا اليوم، بدي أعمل لك هيك منصف على أصوله. لا منصف إيه بقى، ده الكلام ده كان زمان، أنا دلوقتي خلاص غيرت النظام. أيوة النظام، إحنا يا زلمة غير الأنظمة كلياتها، هدول أصلا كلياتها هاي أنظمة أولاد. لا 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 يا عم أنت فاهم غلط. شفت قد إيه متواضع؟ هلا بحكي لك، هذا شغل فريق العمل وهي القصص. استاذ باسم احنا كلنا عارفين انه انت المخ الاساسي. لا 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 حضرتك انت فاهم غلط، انا اصلا المشكله ان انا ايه، انا بقيت فيجن. انا دائما بحكي انه الوعي السياسي في مصر كتير متقدم عنا ب 100 سنه يمكن. يا استاذ فيجن مش فيجن، احنا معك على الموت على الموت. لا 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 حضرتك بص حضرتك الموضوع فيه ماشي ماشي باشا باشا باشا. استاذ باسم انا بحضرتك، بص يا سيدي هي المنيو كلها فراخ ولحمة ولحمة وفراخ، ما عندكش خيارات تانية؟ أي خيارات يا أستاذ، أي خيارات هون، يا بتاخد الوجوه الموجودة يا بتبلط البحر، فيش خيارات. بقولك يا باشا، على بال ما قرر هاتلي شوية عيش. عيش ينصر دينك، عيش حرية عدالة اجتماعية. لا 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 يا جدعان يا جدعان يا جدعان، بالله بالله خلصنا من شعارات كذابة هاي، ما جاب اخرتنا غيرها. ما تسكت تخلي الزلمة يعرف يتسمم. تسمم؟ شعارات كذابة يا عميل يا منافق يا رجعي. انا عميل يا عديم. لا 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 بقولك 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 يلعن ابو النظام. اه يلعن ابو النظام المتخلف، يلعن ابو النظام ظالم. هم نحرق هالمدينة ونعمر وحدة اشرف. انتي مالك قلبتي على مشروع علينا كيف؟ بعدين انت شو حصك فيه وفين بيني وبين الاستاذ؟ انا والاستاذ على نفس الايديولوجيا بنلعب على بعض ولا لا يا استاذ؟ يعني انت ليش محسيتني انكم اخوان بغيضاء؟ لا انا مش اخوان، انا مش اخوان، انا مش اخوان. لا 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 انا كنت متاكد انك اخوان. ان شاء الله تكون انبسطت استاذ باسم. اذا بتحب تحلي عندنا كيك باللوز عندنا ام علي. لا لا انا ولا عايز ام علي ولا عايز كيكه باللوز. ما عاش اللي يحكي عنك اراجوز. اراجوز و60 اراجوز ما صار لهش ساعتين بالبلد وطلع البلبل اللي عملها. استاذ باسم فكك منهم، خليك معاي واحنا وراك. ارجع يا اخي ليه تركتنا؟ لا لانه جبان. خايف. ايه خايف خايف. اجمد يا زلمه بكفي خوف. ماشي اقف وش المدفع تاني وماله، اتصدى لنا وحاسب على المشاريب، مفيش مشكله. بس افتكر بقى ان الحريه مش ان انت تتفرج على واحد يفشلك خلقك في اللي انت متضايق منه، لو انت قاعد لمؤاخذه على مؤخرتك في المنزل بتتفرج عليا. الحريه ان انت تؤمن بالحريه فعلا، حريه الاقليات والمهمشين والضعفاء، حريه الناس المختلفين عنك حتى لو كانوا مختلفين عندك في الفكر والحريه والعقيده، مختلفين عندك في كل حاجه حتى الافكار اللي انت مش موافق عليها. الحريه ان انت تؤمن بالحريه صح، مش ان انت تقولبها وتحددها بثوابت رجعيه او ثوابت دينيه او ثوابت تقليديه انت بتتحكم فيها عشان تاخد الحريه على مزاجك بس. فلو عايزين حريه يبقى صون على افكارك القديمه، كسر ثوابتك، هي دي الحريه. لو انتم مستعدين يبقى يلا بينا، يلا نهتف حريه حريه حريه. حريه فكر ودين وعقيده. اه نثور على افكارنا القديمه. تمام صح. لا رجال طلع ملحد. يلا يا خاين يا كافر يا عميل. لا 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 يا جدعان، لا لا الكلام ده ما يصحش والله العظيم. انا قلت لكم الواد ده ملعوب في اساسه.